السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وياكم دكتور علي محمد ومحاضره جديده بالسنترال نيرفس سيستم فيزيولوجي. موضوعنا اليوم هو عن البين سنسيشن. طبعا البين سنسيشن هو اهم نوع من انواع السنسيشن واهم نوع من انواع الريسبتورز يلي حناخذها ان شاء الله بالسنسيشن. ليش؟ لان العلاقه بالكلينيكال، يعني هذا هو السبب اللي يخلي البين كلش مهم، هو الكلينيكال، وهو السبب يلي يخلي اي موضوع بالبيسك مهم. اهميه البيسك تيجي من الكلينيكال، انه ايش قد هذا الموضوع نحتاجه بعدين، اذا هو مهم. فالبين كلش واضح ايش قد نحتاجه بالكلينيكال، لان هو السبب الاساسي اللي يجيب المريض للطوارئ او للاستشاريه. فالالم بانواعه اللي هو الاكيوت والكرونيك، الالم المزمن والالم الحاد، هذا ان شاء الله راح ناخذه، وراح ناخذ الميكانيزم اللي ينتج بها الالم، راح ناخذ طريقه الانهبيشن مال الالم اللي هو هذا شغل الطبيب، انه شلون دا يصير انهبيشن للالم، شلون دا يقل الالم ويلغي، وشنو انواع الريسبتورز الموجوده يلي ممكن نستغلها حتى نعطي ادويه بعدين. وهذا كلام كلش مهم وكلش دقيق نحتاجه من السنترال نيرفس سيستم فيزيولوجي حتى نطبقه بعدين ان شاء الله بالفارماكولوجي وبالباطنيه السنين القادمه، وبالجراحه طبعا، بكل مجالات الطب، يعني من دون استثناء ينطبق هذا الكلام. فخلنا نبدا نقرا ونأشر عن مهم كالعاده. فيقول لك تعريف البين هو unpleasant sensory، تعريف انه هو شيء unpleasant، شيء يعني ما مريح، شيء مو لطيف، شعور كل السيء يكون هو الألم. Emotional experience associated with actual or potential tissue damage، يعني يكون أكو صدق tissue damage، يعني أذى damage للتشو. Pain هو protective mechanism، هاي فكرة كلش مهمة أنه نعرفها، أنه الألم هدفه protective. وسمعي كلام من زمان، يعني حتى قبل ما أصير أطباء، أنه يقول لك لو أنت ما تشعر بألم الأسنان ما راح تروح الطبيب الأسنان، ولو ما تشعر بألم الكسور ما راح تروح الطبيب الكسور. فإذا الألم بالأخير دا يفيدك، إنك أنت دا يحسسك إنه أكو مشكلة. ولهذا من هاي النقطة اللي مال protective mechanism أشر سهم فوق وكتبوا إنه ليش الكانسر بالعادة ما نكشفه بالبداية، ليش الكانسر يتأخر، السرطان ليش السرطان أساسا مرض خطير، بيه هواي أسباب إنه هو مرض خطير، بس واحد من الأسباب إنه هو خطير إنه ما تحس بألم بيه بالغالب. طبعا الكانسر يسوي ألم، بس النمو مالته بالبداية ما راح يكون مؤلم، بس بعدين لما انت توصل مرحلة انه كانسر ومنتشر كذا، لا راح يكون ألم، وألم كلش سيء، يعني ألم من هذا النوع اللي يحتاج له مورفين حتى يروح. بس القصد انه الكانسر اول ما يبدو ينمو او التيومر بشكل عام ما يكون مؤلم. فاذا الألم هو يساعدك بكشف الحالات، فمعظم الحالات المرضية، ولهذا الحالات المرضية اللي صعب تنكشف هي الحالات اللي ما بيها ألم. اكو امثله عليها، اكو امثله بكل سيستم عن حالات ما بيها الم، والساين والسبتم العلامات مالها كلش قليله، فراح انت كطبيب كلش صعب تكشفها، واضح؟ فاذا دائما خلوا ببالكم انه الالم وياك انت كطبيب، اذا تنظر من نظره الطبيب الالم وياك مو عليك، بس من تنظر نظره مريض الالم ضد المريض طبيعي، لان دا يؤذي، بس انت كطبيب لازم تكيف لمن اكو الم، لان هذا حيساعدك بالتشخيص. والضوج اذا ما لقيت الم وما لقيت اي علامه تدليك، وانت تعرف انه اكو مشكله، بس هاي المشكله ما انت تعرف وينها، فهنا راح تتعب، راح تدز هوايه فحوصات، وراح تبدي تظل تفكر حتى تعرف وين المشكله. اذا الالم هو بروتكتيف ميكانيزم حتى يجيب المريض لنا نحن كاطباء، والالم ويانا حتى يساعدنا بالتشخيص، تمام؟ ولهذا لما ماكو الم مثل ما ذكرنا بحاله الكانسر بالبدايه، فانت ما راح تقدر تكشفه، فممكن يجيك ورا 5 سنين مثلا من بداية الكانسر يكون بدأ ينتشر وبدأ يأذي حيل، على ما يبدي يحس انه اكو كانسر، فهنا طبعا يعني انت ما راح تقدر تعالجه. فاذا هو protective mechanism للبادي، و protects your body from injury او further injury اذا انت already hurt yourself، اذا انت already مأذي روحك فيمنعك انك انت تأذي اكثر. اذا ببساطة يمنعك من الاذية، لان احنا ذكرنا experience، تجربة. يعني شنو تجربة؟ يعني انت الالم اللي حسيته لما حطيت ايدك على النار انت وطفل راح يبقى وياك دائما، فإذا هاي الاكسبيرينس تمنعك انك انت تأذي نفسك، او انك انت شيء جديد مثلا مادة كيميائية معينة أذتك، فانت راح تمنع نفسك انك تتأذى بعد، فهاي هي فكرة ليش هو بروتكتيف. فالبين also helps healing، هاي من النقاط الحلوة اللي مو كل الناس تعرفها، انه هو يساعد بالهيلينج، لان الانجري هيرز يو ريست، راح تقعد ترتاح، فراح يساعد بالهيلينج. مثال عليه كلش مشهور الكسور، يعني الانسان من ينكسر، طبعا هسه احنا عندنا علم الكسور والجراحه وكذا، قبل يعني ممكن قبل كم 100 سنه ما كان هذا الشيء موجود بالطريقه اللي احنا نشوفها حاليا، ما كان اكو فكره المساند ولا فكره البراغي اللي هي تنصنع طبعا من سبائك معينه، هذا الشيء ما كان موجود، فقبل كان مجرد يشدوا،
فهذا الألم كلش يساعد الإنسان ويساعد يشوفون حتى الحيوانات مثل القطط والكلاب بالشوارع أنه شلون ممكن يرممون نفسهم. مجرد الألم راح يخليه قاعد، راح يخليه ترميم، لأن الحركة كلش ضد الترميم على الكسور، يعني حركة تمنع الترميم اللي يصير بالكسور. فهذا كلش مثال واضح أنه شلون يساعد بالهيلينج لما أنت تكون بالريست. It occurs whenever any tissue صار بها damage, cause individual to react to removal pain stimulus حتى يشيله. أكو نوعيتين من الألم، هسا احنا بدينا نوعيتين من الألم ونوعيتين من الأمراض. الأمراض يقسموها أمراض مزمنة وأمراض حادة أو أكيوت، والبين نفس الشيء، ألم حاد وألم مزمن اللي هو الأكيوت بين والكرونيك بين. طبعا من دون ما تسمع أو تقرأ الشرح أو تسمع الكلام مالتي أنت تعرف أن الحاد إذا هو حاد، يعني شنو؟ يعني يجيك بسرعة ويكون قوي كلش. الكرونيك مزمن يعني على فترة أطول. إذا الفرق الأساسي بين الأكيوت والكرونيك هو الزمن، يعني هاي النقطة رقم واحد لتفكر بيها، أنه الأكيوت حاد يعني إجاني هسه ممكن خلال ثواني بين الألم، مثل أنه واحد يضربك أو أنك تقطع أصبعك بالسكين بالغلط، هذا ألم حاد. الكرونيك لا، على فترة طويلة، مثل شخص مثال عليه شنو، واحد عنده ألم ببطنه، زين يقول لك أنا عندي لويات ببطني، هذا ألم مزمن يطول فترة. تمام، فرح ناخذ هاي المثالين، ألم واحد دا يقطع أكل أو دا يقطع فتشي وقطع أصبعه أو جلخ أصبعه راح يشوف هذا أكيوت بين، ومثال ألم البطن كمثال للكرونيك بين. تمام، وراح نطبق عليه كل الصفات ونشوف الفروق بيناتها حتى تبقى بأركم. فنشوف الأكيوت بين يكون شارب، شارب يعني حاد، أو بريكينج أو فاست أو إلكتريك بين، يعني شنو يكون كلها تقريبا من معنى أنه يكون سريع أو حاد أو شارب. في حين مثل الكات فينجر، يعني صدقوني ما قاري المثال اللي هو كاتبه بس يعني هو طلع نفسه. الكرونيك بين يكون بيرنينج يعني مثل حرقة تصير، أو الأيكينج، معنى أيك هو ألم. الأيكينج بالطب مو كلغة، بالأيكينج بالطب هو معنى هذا الكرونيك بين، هذا الأيكينج اللي يصير مثل شايفين الألم اللي يقول لك عندي ضيق بصدري أو لوية بطني، هذا الأيكينج يكون بهاي الطريقة. أو ثروبينج، ثروبينج يعني ينبض. طبعا هذا كلام كلينيكلي راح ناخذه بعدين بالهيستوري ان شاء الله، بناخذ معلومات من المريض نساله. فيعني انطيكم على السريع، البيرنينج الحرقه مثل تصير وين، مثل تصير بالجالي، هاي يسموها بيرنينج، زين هذا الم. الايكينج خلينا ناخذ مثال عليه مثل اللي يصير بالصدر، زين. الثروبينج اللي ينبض، مثال عليه اللي يصير مثلا عند اهل الشقيقه يكون ثروبينج، يعني شلون يبدي ينفض، يقول لك راسي دا ينفض، زين، يعني الالم هيك يكون دا يصعد وينزل، زين، فيصير يعني مثل نبضات، هذا الثروبينج. او نوزيوس، نوزيوس يعني لعبان نفس، هذا النوزيا. او يكون سلو بين مثل حرقة الشمس، هو منطقي مثال حرقة الشمس. اذا هذا الكرونيك، الكرونيك يكون سلو، الاكيوت يكون فاست، هذا الفرق رقم واحد. بعدين راح ناخذ الفروقات البقية. يقول لك الاكيوت بين offer results from tissue damage، بالغالب يكون بسبب tissue damage مثل skin burn او broken bone، اكو tissue damage واضح. الأكيوت بين يكون associated with headaches اللي هو الصداع، أو المصل كرامبس اللي هي تشنجات من العضلات. هذا النوع من البين goes away as injury heals أو cause pain stimulus اللي هو سوينا removing، مجرد شن السبب أو مجرد صار healing. هذا فكرة منه، فكرة الأكيوت. فالأكيوت بيعتمد على الهيلينج، إنك أنت مجرد تسوي هيلينج خلاص انتهى الجرح، طابت المكان المتأذية وانتهى الوضع، أو مجرد الشيل stimulus، زين، مثل انك انت حاط حراره مجرد تشيلها خلاص راح الالم، هاي فكره الاكيوت، فيجي بسرعه ويروح بسرعه. وانتم تعرفون يعني اكو قاعده بالحياه اللي يجي بساعه يروح بساعه، فتقدرون تطبقوها هنا بالالم. الكرونيك بين يكون بين ذات بيرسيست، يبقى، معنى بيرسيست يعني يبقى افتر الانجري هيلز، مثل كانسر بين، بين ريليتد تو بيرسيستنت ديجنريتد ديزيز. الكانسر بين هسه واحد راح يقول لي قبل شوي قلت الكانسر ما بي بين، الكانسر بي بين لمن يوصل مرحلة كلش متقدمة، راح يسوي نوع من البين اللي هو كلش مزعج، بحيث انتو تخيلوا لما ناخذ اونكولوجي اللي هو علم الكانسر ناخذ بين فد محاضرتين بس شلون وطبعا ما تكفي، يعني انك انت بس شلون تتعامل ويا المريض ابو الكانسر بالالم مالته. اهل الكانسر كلش يعانون من الالم، ولهذا يوصلون مرحلة انه ياخذون ادوية كلش قوية ويسوي لهم ادكشن، ادمان عليها. فهذا هو الكانسر بين اللي احنا ذكرنا نمو الكانسر بالبداية. الكانسر اول ما يكبر ما راح يكون بي بين بالغالب، وعليه انت ما راح تحس بيه. تمام، فالكانسر هو بي بين بالمراحل المتقدمه. والبين ريليتد تو بيرسيستنت او ديجنريتيف ديزيز، شنو هي ديجنريتيف ديزيز؟ كل الامراض التاكل،
مثال عليها مثلا شنو السوافع مال المفاصل، يعني مثال مشهور كلش انتو تعرفوه، سوافع المفاصل يعتبر كرونيك لان هو يبقى سنين، يعني هو مو اجى فجأة، سوافع المفاصل اجى على فترة كلش طويلة، يكون يعني degenerative disease. يعني شنو degenerative؟ يصير تآكل بالغضاريف، يصير احتكاك بالعظام، تمام، تبدي عظام معينة وبروزات تنمو، فهاي كلها مشاكل هاي يحتاج لها سنين حتى تطلع، ما راح تصير بيوم وليلة، فهاي تعتبر نوع من الكرونيك، هاي الديجنراتيف كلها تعتبر من الكرونيك. طبعا اكو امثلة كل شخواي عليها، ذكرت لكم المثال المشهور long term pain for unidentifiable cause، مرات يكون ما معروف سبب البين. For example يقول لك the stimulus cannot be identified as many as 85 من individual suffering from lower back pain، ممكن يعني 85% من اللي عندهم ألم بس الظهر هم يعرفون السبب بوضوح. طبعا هنا هاي الفكرة، يعني هل معناته انه 85% من المرضى ما راح نقدر نعالجهم؟ الجواب لا، انه هنا ما نعرف الـ identify الـ cause بالضبط. يعني ممكن احنا شو نقول عليه، نقول عليه تشنجات ونعطي دواء مال تشنجات وممكن يطيب، ممكن يكون لا مشكلة بالديسك، ممكن يكون مشكلة بالبون، ممكن يكون مشكلة بالنرف هو طالع، اكو هواي مشاكل ممكن تسوي لنا اللور باك بين، تمام. فيقول لك ممكن السبب مع الكرونيك بين اساسا ما تعرفه. هاي الحالات امتى تصير؟ اذا تسمعون هذا المريض اللي يظل يفرع الدكاترة وما يلقون السبب، هو هذا اللي ما يقدرون يعرفون السبب مالته. فمرات الكرونيك بين ما يكون السبب واضح، في حين الاكيوت بين بالغالب حتعرفه. يعني انت الاكيوت بين انت وقعت فجأة وجهك اذتك او ايدك اذتك، بالغالب حتعرف السبب، السبب او راسه اذى او قلبه مباشرة، يا اما صار جلطة، يا اما صار كسر، يا اما صار قطع، يا اما صار كذا كذا، يعني انت الاسباب كلش واضحة. اما الكرونيك بين لانه بطيء ولانه مو كلش شارب مثل الاكيوت، فممكن يطول فترة والمريض يبدي شايفين يتحامل على نفسه انه اوكي اذاني اليوم، اذاني باكر، اذاني، وفترة يبدي ظهره كل شيء اذي وروح وما يلقون سبب. فمرات الكرونيك بين ممكن كلش المريض يظل يفر دكاترة ويفر مستشفيات وما يعرف شنو السبب مالته، في حين الاكيوت بين كلش قليل تصير به، فهي تصير بالكرونيك. هاي الحالة شوفوها، يقول لك there are some people who have born without sense of pain، اكو حالات نادرة كلش انه ذولا ما يحسون بالألم او كل ترشد مالتهم كلش عالي بحيث مو بسهولة يحس بالألم. طبعا هنا راح يقول لك انه هذا، يقول لك هاي people have rare condition يسموه congenital insensitivity to pain، congenital يعني خلقية، يعني اجى للدنيا هيك، مو انه دا ياخذ ادوية او سوى فتشي، هو اجى للدنيا ما يحس بالألم، insensitivity to pain. يقول لك النيرفس سيستم are not equipped with detect painful information، ما يقدر يتحسسهم. يقول لك you may think انه هذا good thing، تحس انه هو زين. خلينا نعطيكم مثال على حالة تختلف عن هاي، حالة اهل السكري. حالة اهل السكري تدرون انه اهل السكري ما يحسون برجليهم، يصير عندهم النيوروباثي، ماكو الم برجليهم، اهل السكري يمشون ويضربون برجليهم، فيصير عندهم شيء يسموه diabetic foot اللي هو قدم السكري، اكيد سامعين بيها، اللي يبدي السكري ما ايش قد ما تنضرب برجليهم، يصير عندهم انجيوباثي ونيوروباثي، يعني مشاكل بالارتريز، مشاكل بالنيرفز. فهو مشاكل بالنيرفز يمشي ويضرب رجليه، مشاكل بالارتريز ماكو بلس سبلاي، فيصير عنده ممكن اسكيميا، ممكن تموت رجله، وممكن تيجي البكتيريا تعيش على رجله الميته، وممكن يوصل مرحله انه يباوع على رجله يلقاها مثل ايد اللي دعشه الباب الحاره انه ماكوله على الاخر، وهو ما يدري بالموضوع لسبب بسيط انه هو ما يحس بيها. هذا النيوروباثي اللي بدنا نحكي عنه، طبعا هو بسبب اكو مشاكل بالبروبريسبشن، اكو مشاكل بالبين، بس خلينا نحكي عن البين يا موضوع، لانه البين هو اللي يضرب رجله وما يحس، هذا مشكلة منه الديابيتك فود. نفس المشكلة بلبس الأحذية، ذول اللي ما يحسون برجليهم لازم أحذية خاصة، لأن أنا وأنت ندري إنه الحذاء مريح لو ما مريح، ندري إنه الحذاء مر مريح فنبدلة، فنقدر نحس بالمشية مالتنا لما هو يدوس على رجلي من جهة الكعب ثاني شان حمشي. هذول الناس اللي ما عندهم هذا السنسيشن ما راح يقدرون يحسون، فراح يساعدهم مشكلة. ومن الأمثلة هم اللي حتى تفيدكم بالسكر، أهل السكري ممكن يصير عندهم جلطة وما يدرون، يسموها silent MI، silent myocardial infarction. أي بس نعطيكم أمثلة على البين، يعني أنتوا هاي تريدون تكتبوها وتحفظوها بدماغكم لكم، يعني هاي الأمثلة هي أمثلة واقعية أنتوا حتشوفوها بعدين، بس أنا بس أريد أكد على الفكرة حتى تكون المادة مرتبطة بك بالشيء تأخذوه بعدين. هاي silent MI هي شنو فكرتها؟ silent MI أنه يصير عنده جلطة وما يدري، هاي الفكرة. فإحنا ممكن يجينا أبو السكري حتى بالطوارئ، أبو السكري من يجي وكبير بالعمر نسوي له ECG من دون حتى لو قال لنا ماكو ألم، يا ممكن هو ما دا يحس بالألم، هو موجود قلبه دا يموت وحيموت هو بس ما دا يحس بالألم. فهذا مثال على شيء أنتم ممكن تواجهوا. هذا الانسنسيتيفيتي تو بين الكونجنيتال هذا ما راح تشوفوه بالحياة،
فأنا ليش رحت لكم لأبو السكري؟ قال لو أنا صاحب المحاضرة ما راح أذكر هذا المثال، راح أذكر مثال السكري على اعتبار أنه هو مثال أشهر. فهذا يقول لك without ability to detect painful event، يقول لك continual cause man injury to yourself، راح يأذي نفسه أكثر. ف for example broke bone of your arm continue using the arm مالتك cause further injury. The arm people congenital and sensitive to pain have many injuries like a pressure sore. شنو هاي pressure sore؟ سامعين بها يسموها قرحات الفراش، يسموها البيت سور او البريشر سور، اللي هو هذا ما يحس بالالم، ماكو سنسيشن، فيتمدد فما يبدي يقلب نفسه كل شويه. هسه احنا مثلا اخواني منكم اللي تسمعون المحاضره تكونوا منتكين او متمددين بالانتو تسمعوها، فانت تحس بايدك تحس بجسمك انه يأذيك بفلا مكان، فتبدي تقلب نفسك تدير على جهه اللوك كذا، هذا ما يحس فراح يصير عنده بريشر سور. دامج جوينتس، المفاصل راح تتاذى. ليش تتاذى المفاصل؟ لان مشيته غلط. هو من مدى يحس بمكانه، مدى يحس بموقعه، هاي نرجع لفكره البروبريسبشن، نرجع لفكره البين. انت لما مدى تحس بالم بوضعيه معينه راح تبقى قاعد عليها، هاي الوضعيه هي تتاذى المفصل مالتك. تتذكرون بالاناتومي كان بعض الكتب مثل مور مثلا اللي هو يكتب هواي تفاصيل، يذكر لك الزوايا اللي ممكن اي جوينت يتحرك بيها، فيقول لك مثلا فلان موضوع مثلا 15 زاوية، بجهة اللخ مثلا 30. زين تذكرون من كنا نحكيها بالانفيرجن والافيرجن، دورسيفليكشن، بلانتر فليكشن، كنا نحكيها بالابدكشن والادكشن، بالريس جوينت، كنا نحكيها حتى بالني جوينت مرات، بالهيب جوينت بعض الجامعات تاخذها. هاي الزوايا هي مو اجت اعتباطا، مجرد انك تعبر هاي الزوايا حيصير الم، هذا الالم راح يخليك ما تعبرها. تمام، هذا صاحبنا ابو الانسنسيتيف تو بين او ابو الدايبيتس راح يصير عنده دمج جوينتس بسبب انه ما يعرف انه هاي الزوايا لازم يوقف عندها، فيعبر هاي الزوايا ما يحس بالم فما عنده اشكال، في حين الجوينت خطيه اناتوميكلي ما يقدر يعبر هاي الزوايا، لان بالتشريح هو عنده فلان زاويه ما يحق له يتعداها لان شكله ما يسمح. يقول لك missing أو damaged fingers، ممكن حتى يفقد fingers مالته. خلينا نشوف الفروقات بين الأكيوت والكرونيك pain. يقول لك أول شيء هو هذا أكيوت يعني fast، يكون بحدود 0.1 second كلش سريع من the pain stimulus applied، offer result from tissue damage، skin burn، broken bone. type مال pain goes away من injury heals أو نشيل stimulus. هنا يكون خلال second وslowly over period of many second أو مرات minute ومرات أكثر. فإذا هو يطول، يبدي بطيء، يبدي قليل، ويبدي يزداد. تمام، هذا هو الكرونيك بين. الكرونيك بين persist after an injury heals، ممكن cancer pain، ممكن pain related to degenerative disease أو unidentifiable cause، نفس ما ذكرنا هذا الكلام copy paste. وين نحس الأكيوت بين؟ هاي كلش مهمة، نحسها بالسكن وهايلي لوكالايز. هاي هايلي لوكالايز كلش مهمة، هو الصراحة أشوفكم مش قد مهمة. يكون superficial pain، هذا الأكيوت بين يكون كلش واضح مكانه، يعني تقدر توصفه بالضبط وين موجود، يعني تحس به بالضبط بمكانه، highly localized. هاي مهمة مع highly localized. في حين the chronic pain يكون ممكن بالسكن وأي internal tissue، ويكون very grossly localized. يعني شنو grossly localized؟ يعني مو كلش localized يعني بدقة. خلي أعطيكم مثال، وهذا المثال راح نضربه لما ناخذ الفيزيرال بين. الابندسايتس تعرفون اللي هو الزائدة الدودية، الزائدة الدودية لما يصير بيها التهاب انت تحس ابدومينال بين بشكل عام، ما راح تحس تقول والله بفلان مكان بالضبط ببطني اكو الم. معظم امراض الابدومينال بين تكون شنو؟ طبعا رغم انه الابندسايتس هي حالة يعني اكيوت، بس انا اذا احكيكم على الفيزيرال اذا احكيكم على مثال لوكالايزد او مو لوكالايزد. او نرجع لمثال الابدومين مالتنا وقطعة الايد، يعني بعد ما شرحنا الفيزيرال، واحد قطع ايده ويعرف بالضبط بيا اصبع قطعه، زين وبيا جزء من يا اصبع، في حين يجي يقول بطني دا تاذيني، يقول له بيا مكان، يقول لك اكو لويات ببطني، يابا وين المكان؟ ممكن يقول لك بنص بطني، بس نادرا ما راح يقول لك فوق على اليمين، فوق على اليسار، جوا على اليمين، جوا على اليسار، الا اذا كان شنو؟ كان اكيوت. مثل شنو؟ مثل مثلا حاله التهاب المراره، زين، او مثلا حاله الالتهاب الزائد الدودي، هنا راح يجي يقدر يعرفها اكثر. فهاي امثله طبعا بتفاصيلهم، يعني أنا آسف على الأمثلة، بس يعني لازم أضرب أمثلة كلينيكال حقيقية، ما راح أضرب أمثلة وهمية. هاي الحالات بيها تفصيل للبين أكثر، راح نأخذه بعدين، يعني نأخذه بالجراحة محاضرات كاملة، يعني الألم مو دائما هيك، يعني ممكن يكون diffused وبعدين يكون localized حسب فكرة البريتونيوم وكذا. القصد يعني عفوا هاي الفقرة كلش، بس أنتوا لازم تعرفون إنه هنا يكون كلش localized، هنا مو كلش localized. بعد يقول لك transmitted through A delta pain، هنا يكون عن طريق type C. type A مثل ما تعرفون اللي هو كلش سريع، في حين type C يكون بطيء.
تمام. فطبيعي انه هو يكون هذا fast ذاك slow. فإذا blocked by moderate compression of the nerve fiber, ممكن مجرد تدوس النيرف فايبر راح يسوي لك blocked. هنا ترانسميت عن طريق تايب سي وبلوكت باي لو كونستريشن اوف لوكال انستيزيا اللي هي تخدير موضعي. الترانسميتر مالتنا من هنا الجلوتاميت, هنا سبستانس بي, طبعا حفظوها سبستانس بي يعني هواي حتشوفوها. سبستانس بي مسؤولة عن الكرونيك بين, في حين الجلوتاميت هو مسؤول عن الاكيوت بين. هو بروبابل نيورو ترانسميتر انهبيشن ريليز من سبستانس بي basis for pain relief by opioid. هذا الأوبيويد اللي هو منه, الأوبيويد اللي هو الأفيون. هاي النقطة يعني هو راح تشوفوها بعدين إنه الأوبيويد راح يجي يشتغل على substance B, راح نأخذها بنهاية المحاضرة, فراح أجر فكرتها حاليا الأوبيويد وشلون تشتغل. هنا الجلوتاميت يشتغل, يقول لك الفيرست نيورون يروح على لامينا 1, هنا الفيرست أوردر نيورون يروح على لامينا 2 لامينا 3 مال الدورسال هون مال سبينال كورد. هنا يروح على شيء بعدين يروح على الدورسال هون يسوي لك اكسايتيشن للسكند نيورون. هنا يروح على السبستانشيا جيلاتينوزا يلي احنا شرحيها بالتشريح. هاي السبستانشيا جيلاتينوزا مسؤولة عن الكرونيك بين, هاي حفظوها. ليش تحفظوها؟ هي نحتاجها بالانهبيشن بعدين راح نذكرها. فالسبستانشيا جيلاتينوزا وين موجودة؟ بالدورسال هون. طبعا ما راح اجاوب على سؤال واحد من عندكم اللي يسأل شنو الدورسال هون وشلون قاعد الفاينل كورد, يعني هذا المفروض انت قاري بالتشريح, يعني لازم تكونوا قاري واللي ما قاري يرجع له. فهذا السبستانشيا جيلاتينوزا موجودة وين؟ موجودة بالدورسال هون, بالدورسال هون مال سبينال كورد طبعا يعني الجراي ماتر. فتتقسم الى لامينا, هذا موجود باللامينا 1, هذا لامينا 2 لامينا 3. زين, فاذا الكرونيك يكون لامينا 2 لامينا 3 بينما الاكوت يكون لامينا 1. سكند اوردر نيورون ترمينيتد ان ذا ثالاموس, طبعا هنا يكون ترمينيتد بالثالاموس. وقف كولاترال ريتيكولار فورميشن للبري اكويدكتر جراي ماتر والهايبوثالاموس, ذولا مهمات كلش. هذا السكند نيورون. طبعا الفيرست اوردر نيورون تعرفون الفيرست اوردر اللي هو يجينا من الجلد ويصعد الى السباينال نيرفز وبعدين يدخل السباينال كورد عن طريق الدورسال هون, بعدين يسوي سينابس ويا ما ويا السكند اوردر. السكند اوردر هذا طبعا راح يصعد, وين يصعد؟ يصعد للثلمس. هنا بحاله الاكوت بين يصعد للثلمس حاله حال بقيه السنسيشن, بحاله الكرونيك بين هم حيصعد للثلمس حاله حال بقيه السنسيشن. الفرق وين دا يصير؟ الفرق دا يصير على ذول الثلاث كلمات اللي هما reticular formation. reticular formation مسؤول على wakefulness ومش مسؤول عن منه, عن consciousness. خلي أعطيكم طريقة تحفظوهم بيها. شلون تحفظوهم reticular formation؟ شايفين من إنسان يغمى عليه شو تسوي له؟ يا ما شمه ببصل, يا ما شنو, يا ما تقرصه صح أو تضرب رجليات راح يقعد. فهذا بسبب البين, يعني القرصة هاي هي pain. هذا البين احنا ندري انه هذا البين ممكن يصحي المريض. شلون حيصحيه؟ حيصحيه عن طريق الريتيكولار فورميشن. فاذا اكو علاقه بين البين والريتيكولار فورميشن, فهي النقطه خلوها ببالكم. البري اكويدكتر جراي اريا هاي هسه راح اشرح لكم اياها من نوصل للانهبيشن. هاي منطقه كلش مهمه بالبين, هاي وين تصير؟ تصير حول الاكويدكت, السيربرال اكويدكت اللي هي وين موجوده؟ موجوده بالميدبرين, المفروض انتم قاريها اللي تربط لي الثيرد فنتريكل ويا الفورث فنتريكل. فهذه الكانال اللي هي يسموها بري الاكويدكت او يسموها السيربرال اكويدكت, بها شيء حيطها يسموه بري اكويدكتال جراي ماتر. اللي قاري ميدبرين يتذكر عن شرحها او منوح عليه قال لكم هاي قروها العلاقة بالبين انهبيشن راح ناخذها اليوم. فهي مجرد مادة تحيط بالميدبرين, انزين تحط تحيط بالكنال اللي داخل الميدبرين, يسموها بري اكويدكتال. بري يعني حوالي, اكويدكتال هي الاكويدكت او الكنال, جراي ماتر زين, هاي كلش لها علاقة بالانهبيشن. والهايبوثالاموس هم لها علاقة بالانهبيشن راح نشرحها هنا. طبعا الاكيوت بين شي يسوي؟ يسوي لنا شي يسموه ويذ دراور ريفلكس. ويذ دراور ريفلكس هذا من الريفلكسز المشهورة, انتم محاضراتكم مو كلش مشروحة انواع الريفلكسز, بس بغير محاضرات تقدرون تشوفوها مشروحة انا شرحها كامل. هذا الويذ دراور ريفلكس لما انت تمشي وتدوس على شي وترفع رجلك, هاي هو الويذ دراور اللي شرحي كلش هواية. فالاكيوت بين يسوي لك ويذ دراور ريفلكس. وسمباثيتك ريسبونس, من نقول سمباثيتك ريسبونس ايش حيصير؟ البلاد بريشر حيزداد, البلاد بريشر هاي مهمه, زياده البلاد بريشر عكس الكرونيك, الكرونيك يقلل البلاد بريشر. ويقول لك موبلايزيشن مال بودي انرجي, يعني البين ممكن يتدخل بموضوع الميتابوليزم والسكر والدهون وكذا. هنا هذا ينتج لك نوزيا يعني لعبان نفس, بروفيوز سويتنج. بروفيوز سويتنج مهم, هنا يسوي لك تعرق كلش قوي. ولورنج البلاد بريشر هاي مهمه عكس ذاك. فإذا الأكيوت يسوي لك هاي بلاد بريشر, هنا يسوي لك لورينج للبلاد بريشر.
وجنرالايز ريدكشن بالسكليتال مسل تون، يعني يبدي الواحد يصير عنده خمول وتعب بسبب انه التون مال العضلات قل. تمام، راح نجي هنا يقول لك because of this double system of pain innervation، بسبب هذا double system مال pain innervation، the sudden onset مال painful stimulus gives a double pain sensation، يعني راح تحس double pain، fast sharp pain followed by a second or so later slow burning pain. بالبداية راح يكون كلش حاد وبعدين ممكن يكون هذا slow، على اعتبار انه two systems، يعني هذا system وهذا system ثاني. هذا sharp pain apprise the person very rapidly للدمجنج انفلونس وميك كير بيرسون تو رياكت ايميديتلي، مثل ويذ دراور ريفلكس، انه حتى يسوي رياكشن ايميديتلي فوريا، وريموف هيم سيلف فروم ذا ستيمولس، يشيل نفسه. اون ذا اذر هاند، بالجهه المقابله السلو بين سنسيشن يميل انه مور اند مور بينفول اوفر ا بيريد اوف تايم، يحاول يكون بينفول ويا الوقت. طبعا على المود الهيلنج مثل ما قلنا انه يخلي الانسان ريست وحتى يبقى منتبه على المكان. انواع البين ريسبتورز، اذا تتذكرون من اخذنا انواع الريسبتورز قلت لكم حفظوهم ميكانيكال والكترومغنتيك وكذا، قلت لكم النوزي سيبتر اللي هي البين ريسبتورز ذولا واحد، يعني لا تقيسوهم انهم دائما ميكانيكال، لان هواي طلاب تغلط وتحط البين ريسبتورز ويا الميكانيكال. البين ريسبتور جزء من عندها ميكانو سنسيتيف بين ريسبتور، بس اكو جزء ثيرمال جماعه الحراره والحروق، وجزء كيميكال جماعه المواد الكيميائيه. فإذا عندنا ثلاث أنواع من البين ريسبتور، الجزء الميكانيكال اللي تعرفه واحد يضرب الثاني والكسور مثلا، الكيميكال اللي هي المواد الحارقة اللي من ضمنها هاي المواد اللي نحكي عنها الكيميكال من ضمنها ترانسميترز، ذول الترانسميترز كلش كلش مهمات، والثيرمال واضحة اللي هو الحروق. فخلنا نجي نقرأ، يقول لك التايبس، يقول لك البين ريسبتور يسموها نوزي سيبتورز اللي هم عائلة وحدهم، يقول لك هم فري نيرف اندينج وتونيك تايب. هذا الفري نيرف اندينج تذكروه باول محاضره من اخذنا الريسبتورز، قلت لكم يا اما سبيشلايز سيلز مثل اخذناها الباسينيان والميزنرز ذولا، او ممكن تكون فري نيرف اندينج اللي هي كان مكتوب من المحاضره نيورون، ما اريد ارجع لها ترجعوا لها. هذا الفري نيرف اندينج مثال عليه البين، البين مثال على الفري نيرف اندينج. طبعا السبب انه هو موجود بكل مكان، يعني البين تقريبا بكل مكان بالجسم انت تحسه باستثناءات بسيطه مثل ما ذكرت لكم الدوام مثلا. فهذا الفري نيرف اندينج يعني ما تحتاج انت عندك كوربوسلز او سبيشلايز سيل، لا هو العصب نفسه يقدر يحس. وتونيك تايب يعني الادابتيشن مالته بطيئه نفس ما ذكرنا ومو كامل، وهذا شيء واضح كلكم انتم عايشين تعرفون الالم، انه الالم كله صعب يصير بي ادابتيشن. يقول لك هذا البين ريسبتور كان بي كلاسيفايد الى 3 تايبس مثل ما شرحناها، الميكانو ريسبتور عن طريق ميكانيكال ستريس للتشو، هنا هيت اند كولد، هذا سهل. نجي للكيمو المهم، يقول لك فاريوس كيميكال سبستانس released at site of injury or cause direct extreme stimulation and pain necessary for damaging substance. مثل شنو substance بي؟ هاي مثال اللاكتيك أسيد. اللاكتيك أسيد هسا أنا راح أحاول أضرب لكم بعض الأمثلة اللي تفيدكم. اللاكتيك أسيد اللي موجود مثلا بحالة التنفس اللاهوائي، تعرفون اللاكتيك أسيدوسيس يصير. فهذا واحد من الأسباب إنه ليش لما يصير عندنا MI يصير عندنا ألم، يعني ليش الجلطة تسوي ألم؟ واحد يسأل إنه أوكي القلب دا يموت ليش يصير ألم؟ واحد من الأسباب هو اللاكتيك أسيد. فاللاكتيك أسيد يصير بالقلب مثلاً، القلب يبدي ما يقدر ينتج لنا تنفس هوائي، راح يروح تنفس لهوائي، فصار عندك لاكتيك أسيد. نفس الشيء يصير بالعضلات لما يصير بيها لاكتيك أسيدوسيس. البراديكاينين واحد من الأمور اللي تصير، يسوي لك طبعاً كاف يعني هو قحة ويسوي لك بين، زين واحد من الأمور اللي تدخل بالإنفلاميشن. السيروتونين، السيروتونين اللي يسموه 5-hydroxytyramine، زين اللي هو السيروتونين اللي يطلع من البليتليتس. الهيستامين كلش مهم اللي يطلع من الماست سيل، طبعا الهيستامين كلكم تعرفوا سامعين بالبوتاسيوم ايون اللي يطلع من الدمج سيلز، طبعا البوتاسيوم هم تذكرون انه هو داخل الخلية، فمن يصير دمج البوتاسيوم راح يخرج خارج الخلية. فإذا البوتاسيوم يعتبر واحد من الامور لتحفز البين، الأسيدز الحوامض والبروستاغلاندين. هذا البروستاغلاندين كلش مهم يطلع من الأراكيدونيك أسيد. من هو الأراكيدونيك أسيد؟ الأراكيدونيك أسيد هذا عبارة عن واحد من الفاتي أسيد المشهورة يلي ينتج لك مجموعة من المركبات اللي من ضمنها البروستاغلاندين. تمام، هذا الأراكيدونيك أسيد released from damaged cell. الأسيتايلكولين البروتيوليتيك إنزيم actually cause direct damage to the pain nerve ending. الاسبرين والنون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج، هسه احنا خلينا نوقف هاي الفكره، خلينا نوضحها. اذا حاليا عندنا مواد كيميكال ممكن تفعل لك البين بالنيرف اندينج.
اكو ادويه راح تقلل البين. من الادويه المشهوره اللي هو النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج، يسموهم نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج، يسموها انسيد، هاي تكتبوها تحفظوها. هاي الانسيد هي شنو؟ نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج. يعني شنو نون ستيرويد؟ يعني انتي انفلاماتوري دراج بس مو كورتيزول، هذا معناته مو من جماعه الكورتيزول والهيدروكورتيزون والدكساميثازون وذولا اللي هم البريدنيزولون، ذوك يسموهم ستيرويد الدهنية. ذولا الأنسيد لا، ذولا مو ستيرويد، اللي هم مثل منه الفولتارين مشهور الديكلوفيناك، سامعين بيه الفولتارين يلي ياخذوه هو أهل المفاصل وغيرهم، البونستان كل السامعين بيه، البروفين، ذولا كلهم نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج. فهاي أمثلة، هاي النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج شلون تشتغل؟ تمنع تكوين البروستاغلاندين، هذا البروستاغلاندين يطلع من أراكيدونيك أسيد. يعني حتى هذا الكلام الفوق لو نسيته مو اشكال، بس البروستاغلاندين لا تنسوا. الاراكيدونيك اسيد يطلع لك عن طريق شيء يسموه الكوكس 1 وكوكس 2 باث واي، مهم بالاخير ينتج لك البروستاغلاندين. هذا البروستاغلاندين يمنع عن طريق هاي الانسيد، فالانسيد تمنع البروستاغلاندين فتمنع لك الالم اللي يصير امتى؟ بالالتهابات، الالتهابات جزء من عندها الالم. فيقول لك بما ان البروستاغلاندين يسوي لك سنسيتايزيشن للبين فايبرز، فبالأيام نوز ريسبتر less likely become synthesized or less pain impulse transmitted. هسا راح ينطيك أمثلة، يقول لك هسا حالة الإسكيميا اللي شرحناها، شنو نقصد بالإسكيميا؟ يعني ماكو أكسجين، مثل يا حالة مثل حالة الجلطة المثال المشهور. فيقول لك ليش تأسس تسوي pain أو الذبحة، يعني هي الإسكيميا بالحقيقة الذبحة اللي هي angina pectoris، يعني لما يصير إسكيميا لما الدم يوصل للقلب فماكو أكسجين. أول شيء تجمع large amount من اللاكتيك أسيد، شوف، وبسبب production of other chemical agent اللي يسوي لك cell damage، الخلايا راح تبدي يصير بيها cell damage، فممكن يطلع البوتاسيوم وغيره يلي راح يسوي لي pain. واضح؟ فاهم الأسباب. هذا كلام فقط للفهم، يعني انت ممكن واحد يسألك يقول لك ليش يصير ألم بالقلب يعني مثلا بحالة الذبحة، فمجرد يعني للاطلاع ما يحتاج تحفظوه كلش. المصل spasm ليس يسوي لك pain، يا إما directly بسبب stimulation من mechanosensitive pain receptor او indirectly عن طريق الاسكيميا، نفس الكلام انه يسوي compression للبلد، طبعا هو spasm تشنج، فراح يسوي لك compression للبلد vessels، فراح يسوي لك الميتابوليك ريت يزداد، وراح يزداد منه اللاكتيك اسيد، ونفس الكلام ينعاد. هسه احنا خلصنا فكرة البين، بقالنا referred pain، وبقالنا visceral pain والinhibition. طبعا هذا الموضوع جديد يعني عليكم هواي من عند referred pain وكذا، انا شارحة يعني بالاناتومي بس راح ابينه اكثر بجزء ثاني محاضرة قادمة ان شاء الله، وضح الريفيرد بين والانهيبيشن اوف بين. حاولوا تحضروها، بها ملاحظات يعني بها ملاحظات هواية يحتاج تنتبهوا لها. شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله يا رب تكونوا استفاديتم، ونلتقي محاضرة قادمة. مع السلامة.